اهلا بكم مشاهدينا من جديد. الحقيقه كلنا تابعنا الجوله التفقديه اللي قام بيها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للاكاديميه العسكريه المصريه، وشهدت حديث هام مع طلبه وطالبات الكليه الحربيه، واللي اكد فيها السيد الرئيس السعي لتعزيز قدرات ابنائنا اللي بيلتحقوا باجهزه الدوله المختلفه، واكد ان الاكاديميه العسكريه بتقوم بدور مهم دلوقتي في اعداد وتاهيل كتير من العاملين بالدوله. واتكلم كمان عن جولته الافريقيه الاخيره، وأكد أن الهدف منها هو تعزيز العمل مع الأشقاء الأفارقة، وأكد حرص مصر على استقرار السودان، وده طبعا شرط أنه يكون في أسرع وقت ممكن ووقف القتال في البلاد. فحنتكلم النهاردة عن تصريحات السيد الرئيس واللي أكد خلالها استقبال مصر ل 200 ألف مواطن سوداني خلال الأسابيع الأخيرة من وقت اندلاع النزاع، وأوضح أن مصر بتستضيف دلوقتي 9 مليون ضيف على أراضيها بيعاملوا بنفس معاملة الشعب المصري. كمان هنتكلم عن الحدث الأهم للرياضة المصرية في الساعات الأخيرة، هو فوز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 على حساب الوداد المغربي في مباراة كانت صعبة جدا. فالنهاردة بنتابع كل ده من خلال ضيفنا اللي منورنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الأهرام، اللي منورني ومشرفني وبسعد جدا بلقائه والله. اهلا بيك يا استاذ ماجد. اهلا وسهلا استاذ هشام، انا اللي سعيد جدا ومتشرف باللقاء معاك. ربنا يبارك في حضرتك. طبعا نبدأ بالرياضة، لأن طبعا السيد الرئيس الحقيقة امبارح كان أول المهنئين للنادي الأهلي والجماهير ومجلس إدارته وللمنظومة بشكل كبير. مباراة كانت صعبة جدا جدا، يمكن أنا قلت في المقدمة أنها كانت مباراة تكسير عظام، كانت إلى حد كبير خالية من كرة القدم. التحكيم عليه مليون علامة استفهام، يعني شفنا يعني انفلات بشكل غير عادي تحت مرأى ومسمع كل مسؤولي الرياضة الإفريقية ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. إزاي شفت اللقاء على هذا المستوى كمشاهد؟ اشكرك كمشاهد، عشان انا كمشاهد. مش ناقد فني، انا راجل مشاهد ومشجع، بس كلنا بنحب الكوره ولينا راي لان برضه خلينا كلنا نهني النادي الاهلي ونهني مصر حقيقي وجماهير النادي الاهلي، مش بس اللي في مصر، اللي في الوطن العربي كلهم، على البطوله الغاليه اللي اتحققت امبارح. زي ما حضرتك ذكرت، هي مباراة كانت صعبة جدا حقيقي فعلا. الماتش كان صعب، الأجواء بتاعة الماتش احنا شفنا الاستاد كان عامل ازاي امبارح، والجماهير ما بطلتش من أول دقيقة في الماتش لغاية النهاية. الشماريخ كمان حاجة بالرؤية. أنا برضو عايز أرجع لقصة الشماريخ دي، هل في عقوبات وبتنظم الأمر ده؟ لأن احنا شفنا الماتش امبارح وقف فترة لغاية لما الرؤية واضحة عشان اللعيبة يستكملوا الماتش، وفي أوقات المباراة كانت بتتلعب فيها والرؤية كانت ضعيفة حقيقي. يعني أعتقد القوانين الدولية المنظمة لمباراة كرة القدم أكيد بتمنع ده، يعني لابد أن يكون في حماية للعيبة عشان يلعب في مناخ مظبوط، لأن ده يعني حقيقي ترهيب للعيب من الهتافات. يعني انا مش هتكلم على كل ده. ده محمد صلاح كمان وتريزيجيه بقى اعتقد بعثة المنتخب اللعيبه الدوليين انضموا من الاهلي، انضموا للبعثه بتاعه المنتخب هناك بالزبط. اعتقد ده انا وكابتن خطيب مطقمين سوا النهارده. ايوه احمر طبعا يا فندم، ده المفروض كلنا كمصريين بما فينا الزملكاويه اكيد فيما بيننا توارد خواطر، يعني اكيد اكيد برضو الزملكاويه برضو مبسوطين بالتاكيد علشان اي حد عنده روح رياضيه يا استاذ ماجد بيفرح لبلده بالتاكيد، بس يعني كل واحد وجهه نظره، ما نقدرش نعمم. احنا عندنا ده انتصار وفوز مهم، وزي ما حضرتك اشرت ان السيد الرئيس شخصيا يعني يبعث برقيه تهنئه ويشير لان ده يضاف للانتصارات الرياضيه اللي تحققت وبتتحقق بمشيئه الله الفتره اللي جايه، كلنا بنسعى لده. خلينا نرجع بقى اهلي وزمالك 16 بطوله افريقيه. طيب ما هو ده اهلي 11 وزمالك باسم مصر بالظبط، باسم مصر. عشان كده اي انتصار زي ده بيتسجل باسم مصر، وكلنا لازم نكون سعداء وداعمين لان ده يتحقق في كل الاصعده وكل المنافسات الرياضيه. احنا عندنا منافسات كتيره جدا مؤخرا، يعني حتى كمان في الميداليات في الالعاب الفرديه بقى عندنا يعني ابطال بيحققوا ميداليات ذهبيه، فبالتاكيد هيبقى كلنا سعداء بان ده يتحقق. نرجع للماتش امبارح تاني عشان انا ليا يعني ملاحظات. قول اللي في قلبك يا استاذ ماجد. ملاحظات عامه وبرضه مش فنيه، ولكن هي ملاحظات وتساؤلات. انا عايز اعرف ليه الاهلي امبارح مش الاهلي لما ابتدى الماتش، مش الاهلي البطل. يعني الاهلي احنا شفنا الاهلي
اللي تماسك ورجع للمباراه في الشوط الثاني، وحقيقي الكامباك دي ما يعملهاش غير الاهلي، الاهلي المتماسك اللي واثق في نفسه. الماتش ما ابتداش كده، المباراه في الاول كان انا حاسس ان لعيبه الاهلي كان عندهم رهبه، مش واثق في نفسه، بدليل ان احنا تركنا مساحات كبيره جدا لتهديد مستمر من كور ثابته، واحنا عارفين قوه الكور الثابته عند فريق الوداد قد ايه. تهددت اللي جه منها الهدف بالمناسبه كانت بس الهدف ده يعني للاسف يعني هو سيناريو مقرر بالنسبه للشناوي. طيب ده مش اول ولا ثاني ولا ثالث هدف يدخل بهذا الشكل. يبقى طيب ما كناش مركزين وما كناش واقفين على رجلينا مظبوط. كان في كام لعيب ما دخلوش في الفورمه غير في الشوط الثاني، في لعيبه خرجت اصلا من الماتش بتصرفات عايز اقول يعني ان هي لا تليق بلعيب من الاهلي، يعني لما الشحات يشد الحكم من التيشيرت بتاعه. بس الحكم ده جننا بصراحه، بغض النظر ما انت ما ينفعش انا اروح للمساحه يعني اللي انت عايز تستفزني عشان توصلني ليها. محمد هاني برضو يعني كوره كان ممكن ياخد فيها على فكره انذار في لما لعيب الوداد وقع وادعى الاصابه ورايح الحكم رايح يدي انذار اصلا للعيب الوداد، هاني رايح يحتك بيه وعايز ياخد منه الكوره وبيحتك بالحكم. يعني فالقصه ان في عدد من اللاعبين خرجوا عن شعورهم، ما كانوش في تركيزهم على الماتش. انا اعتقد سيناريو المباراه ده كله اللي احنا شفناه في الشوط الثاني ده اللي كان المفروض هيحصل في الشوط الاول لو مرت 30 دقيقه من غير ما الوداد يبقى عنده تهديد واضح على مرمى الاهلي، كان هتلاقي فريق الوداد كله زي ما كان حاصل امبارح كله رايح يسعى لانه يجيب يحقق جون، وكان كاشف كل خط الظهر. شفت امبارح دي بقى كانت حاجه غريبه جدا، كام هدف امبارح كان ممكن الاهلي مش متخيله ان هي منفرده. بالظبط محمد شريف تحديدا واكتر من كوره احمد عبد القادر ده انت رايح منفرد، انت ما معكش حد. انت السيناريو ده يا استاذ هشام ده كان مفترض ان ده بقى السيناريو الطبيعي للمباراه، لان انت نتيجه المباراه هتبقى 0-0، هو مطالب انه يحرز هدف على الاقل، فبالتالي كل ما بيعدي الوقت الضغوط بتزيد عليه هو مش عليك انت. عشان كده بقول لحضرتك انا مش عارف ليه اللعيبه كانت حاسسها يعني رهبة الموقف، مع ان انت الطرف الاقوى، انت الفريق اللي كل الوقت ما بيعدي انت اللي فرصك في التاهل هي الاكبر، فكان الضغوط دي كانت المفروض تبقى على الوداد مش عليك انت. لما تحقق ده في الشوط الثاني بعد ما احرزنا هدف التعادل، شوف الانكشاف اللي كان بقول لحضرتك في خط الدفاع بتاع الوداد عامل ازاي، شوارع ورا يعني خلي بالك يا استاذ ماجد، انت لو رجعت للماتش اللي كان في القاهره فاكر الكره اللي اللعيب مسكها بايده بالظبط، دي عامله خطا في التمركز غير عادي. ده صحيح عادي. يعني اي حد بيقرا كده تكتيك هيشوف الناس ازاي متمركزه. ده حقيقي، فكان المفروض يتلعب على دي من بدري. بالظبط كده. يعني انا طبعا مره ثانيه بهني طبعا فريق النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، وبهني الجماهير الاهلي والجماهير المصريه بالبطوله دي، وباذن الله لسه احنا عندنا سوبر افريقي باذن الله برضو نرجع نهني برضو الاهلي ونهني مصر تاني بيه يا رب. ثم كاس العالم للانديه بقى اللي احنا تعودنا نشارك فيه خلاص. ده الجميل يعني بقى ان هو في السعوديه. يمكن انا في المقدمه برضو قلت من حسن الحظ ان الاهلي هيلعب على ارضه وسط جماهيره، مفيش اي فرق تماما. اي فريق مصري بيلعب في اي دوله عربيه وخاصه المملكه خلاص انت بتلعب في بلدك، فدي هتدي بوش كبير جدا. ده اكيد تلعب بقى مان سيتي والفرق الحلوه دي، ما انت تجهز لهم بقى اللي احنا بنتفرج على التلفزيون. بس هي المشكله مين هيمسك هالاند؟ لا ده ياسر ولا عبد المنعم؟ ده محتاج نعمل له خط دفاع مخصوص يعني نفرج له اربعه لوحدهم بس علشان هالاند. حقيقي صحيح. بس هي والله يا استاذ ماجد بتكون مباريات للتاريخ. ده حقيقي يعني. احنا لسه فاكرين لسه مباراه الريال مدريد، مباراه بايرن ميونخ، لا يعني حاجات بتبقى حلوه يعني. علشان كده سي في يعني. عشان كده جماهير الاهلي بقول تعودت على كده وعندها طموحها دايما عمال كل مره يزيد، يعني ابتدى من المشاركه لتحقيق مركز متقدم طب ما انا ممكن كمان انافس على بطوله او وصافه، ايه اللي يمنع يعني. انت لازم عندك طموح ولازم الفرقه تشتغل على كده، والفرقه نفسها لازم اللعيبه يبقى عندهم الثقه بنفسهم ان لا انا قدامي امكانيات ممكن تتحقق واحققها، يعني لازم عندي طموحي يسمح لي بان انا
اتحرك في المساحات دي. انا بلعب كم مره دلوقتي بتلعب كاس عالم للانديه؟ على فكره الاهلي هو الاكثر مشاركه على مستوى العالم. ده في حد ذاته رقم لازم يبقى يدي دفعه يعني للفريق. وصل 4 نهائي في اخر 4 سنين. يعني واخد منهم 3 ألقاب. دي ارقام مهمه لابد ان تترجم على ثقه اللاعبين نفسهم. وفي نفس الوقت برضو ارجو بالتاكيد في وجهات نظر فنيه في بيطالبها اعتقد الكوتش كولر. يعني انا اعتقد برضو ان الاهلي محتاج تدعيم في بعض المراكز، ولانه طبعا مركز راس الحربة ده اساسي. يعني محتاج تدعيم في بعض المراكز، والدفاع برضو اعتقد برضو محتاج الباكات يمين وشمال شوية. برضو علي معلول رغم طبعا هو اللي عامل الاوفر هو امبارح الجول ده كان كان طبطبه لكن من ربنا سبحانه وتعالى. لكن علي برضو مش في مستواه سواء في ماتش الذهاب او ماتش العوده، برضو في عليه علامات استفهام. فاعتقد ان فرقه الاهلي محتاجه تدعيم في عدد من المراكز. انا مش انا عايز اقول لك والله يا استاذ ماجد، دايما الجمهور الاهلاوي يجي عند علي معلول ما يقدرش يتكلم، ده حقيقي لانه عنده رصيد كبير جدا 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 من حب الجماهير. بالظبط كده، من حب الجماهير، وهو قائد حقيقي في الملعب. يعني احنا بنبص له دايما حتى هنا ان هو قائد ومخلص فعلا حتى كمان حقيقي. شفت بوكام امبارح كان مخلص 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 في حبه وانتمائه للاهلي حقيقي. يعني تحس ان هو مولود اهلاوي، ده حقيقي. صحيح صحيح. يا رب كل الامنيات الطيبه طبعا للكوره المصريه بشكل عام، وبنبارك اكيد للنادي الاهلي اللي هو كان طبعا مشرفنا امبارح ورافع راسنا كعادته. فان شاء الله يا رب كده عدوى البطولات تنتقل للمنتخبات، لان احنا طبعا على مستوى المنتخبات يعني بعيد بعيد فنيا وتكتيكيا وبطولات واستحواذ على الالقاب. يعني بدأنا نبعد. صحيح صحيح. واحنا كان في خلال السنتين اللي فاتوا كان عندنا يعني سوء حظ رهيب وغريب، وقعنا في السنغال. اصبحت يعني مش عايز اقول بقت عندنا عقده بالسنغال، يعني حتى ده كسبونا يعني في الكره الشاطئيه. لكن انا 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 اعتقد ان برضو التحقيق الفرق اللي زي الاهلي او الزمالك اللي بتحقق نتائج على المستوى القاري ايجابيه وتحقق بطولات، انا اعتقد ده ممكن بينعكس فعلا بس على عايز أقول لك على المنتخب حقيقي. لو انت مثلا راجل اهلاوي اقول لك ماشي، في ناس ما بتشجعش الاهلي ومن حقها تفرح، تفرح بفريقها، وكلنا من حقنا نفرح بمنتخبنا. احنا عندنا خلل بينعكس على خلل في المنظومه الرياضيه اساسا، خلل رهيب، بس مين يصلحه؟ يعني حضرتك شوف المغرب دلوقتي على مستوى المنتخبات رابع عالم. صحيح. المنتخب السعودي شوفوا في كاس العالم 2018 و2022 احنا فين من التطورات الكبيره. احنا معانا كوتش جديد دلوقتي، ونتمنى ان احنا نبتدي نبص كده نتابعه مع التصفيات اللي شغاله، واتمنى يكون في تطور في اداء المنتخب الفتره اللي جايه دي. انت معاك نجم زي محمد صلاح، المفروض يكون ليه دور قيادي حتى كمان جوه الفرقه، يعني ليه دور مؤثر، مش بس الكوتش لوحده. لما يكون عندك نجم زي صلاح صلاح منور الصوره. لا لازم يكون ليه دور في الفرقه. وانا شايف ان صلاح ومع مجموعه لعيبه حقيقه دلوقتي تطورت ونمت وبقى عندهم فكر كروي ناضج. يعني حقيقي انا اعتقد ممكن مع المدرب الجديد اعتقد ممكن يكون في شكل مختلف للمنتخب. يا رب يا رب، اللهم امين. طيب نسيب بقى الرياضه وندخل في السياسه. الحقيقه كان السيد الرئيس ليه جوله في الاكاديميه العسكريه، وطبعا التقى بالطلبه والطالبات، وكان وجه الحقيقه عدد من الرسائل من خلال هذا اللقاء، واتكلم كمان على الاوضاع الاقتصاديه، شرح الاوضاع الاقتصاديه عامله ازاي، شكل التحديات خلال الفتره الجايه، وركز كمان على القضايا اللي بتهمنا زي القضيه السودانيه على سبيل المثال. ازاي شفت هذه الرسائل، وازاي ممكن يستقبلها المواطن مش بس الطلبه والطالبات داخل الاكاديميه العسكريه؟ طب حضرتك، هو دايما الرئيس بيبقى معودنا ان هو يعمل اللقاءات دي في الاكاديميه العسكريه وفي اكاديميه الشرطه مع الطلبه في مرحله الاعداد، واللقاء معاهم بيبقى في صراحه. الرئيس بيفتح قلبه وهو بيتكلم معاهم، حريص على ان هو يحطهم بكل القضايا اللي هو قال لهم. قال انتوا لازم تبقوا مدركين ومتابعين وعندكم وعي بكل القضايا سواء الداخلية أو حتى كمان القضايا الخارجية زي ما حضرتك أشرت، اللي تهم
أئمة مصر. تهيألي كمان ده من صميم عملهم المستقبلي. بالظبط، عشان كده هو حريص. أيوه، وعشان كده الرئيس حريص. عندك بعد سياسي بالزبط. وعندك بعد أمني يعني. ده هو عشان كده الرئيس حريص دايما إن هو يبقى في عنده الرسائل اللي بيوجهها لهم من وقت للتاني. وإذا كان كلام حضرتك حتى المواطن يستقبلها إزاي، خد بالك إن كل دول ولادنا. يعني كل طالب أو طالبة من اللي كانوا موجودين وسمعوا سيادة الرئيس هيدور بينهم وبين أهاليهم حوار، حتى لو أنا ما شفتش كلام سيادة الرئيس بشكل مباشر، أنا لما هنقعد هحكي هقول ده في القضية الفلانية، ده في الموقف الفلاني، الرئيس بيقول كذا، ده الوضع الفلاني محتاج يتعامل بالطريقة الفلانية. يعني الوعي ده شيء مهم، وأنا الوعي ده تحديدا هو الشغل الشاغل على فكرة للرئيس. الرئيس من دي وان وهو بيتكلم على أهمية الوعي لدى المصريين، وهو بيطبق ده بشكل عملي. هو الرئيس في حواره مع الطلبة سواء المرة دي أو الزيارات السابقة كان دايما بتطرق لكل القضايا، قضايا إعدادهم حتى ونصايح ليهم في إعدادهم ليصبحوا يعني ضباط لديهم الرجاحة العقلية واللياقة البدنية والذهنية، بيديهم نصايح سيادة الرئيس. لازم كمان يكون فاهم إيه اللي بيحصل حواليه، بيديهم نصايح ثم ان انت تطرح معاهم القضايا دي وممكن يستمع الى ارائهم ويستمع لتساؤلات. الرئيس لما تناول القضايا الاقتصاديه هو بيشرح ابعاد الازمه اللي احنا بنمر بيها، مش بس لوحدنا، اللي بنمر بيها مع العالم كله. احنا عندنا مفيش شك ازمه اقتصاديه بتضرب العالم اجمع، مستمره دلوقتي بقالها فوق سنه واكتر مع بدايه الحرب الروسية الأوكرانية. انعكاسها مش على مصر، على دول العالم كلها. طب كل دولة استعدت لده وفقا لإمكانياتها. احنا عندنا إمكانيات وحصل فعلا عندنا فترات طويلة رغم ان احنا كنا لسه طالعين من كورونا، لكن يعني استطعنا ان احنا نكمل بعد كورونا شوية. واجهنا تداعيات كورونا ثم جات الأزمة الروسية الأوكرانية، طبعا تأثرنا، لكن المقاومات اللي انت تقدر تتعافى بيها سريعا موجودة. وبدليل المشروعات اللي احنا بنشوفها حتى في مجال التصنيع دلوقتي، في مؤخرا في يعني لو عملنا رصد كده في الكام شهر اللي فاتوا هتلاقي في مشروعات صناعية وزراعية ضخمة دخلت الخدمة وشفناها وتم افتتاحها بشكل رسمي. دي في حد ذاتها إضافة مهمة انت محتاجها دلوقتي في ظل الأزمات اللي انت بتمر بيها. القمح على سبيل المثال وهو من ضمن الأزمات المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية، انت عندك موسم قمح جيد جدا، انتاج ممتاز، انت كنت حريص على ان المزارع ياخد الثمن كل اردب قمح وزيادة كمان علشان يبقى الانتاج ده كله يدخل في المنظومة. فده جزء بتاع النواحي الاقتصادية. جزء العلاقات الخارجية الجولة نربطه بقى بالجولة الأفريقية، ده مهم جدا لأن هي الجولة جت يعني بعد ساعات من ختام بالظبط كده، راح الجولة الفجر بالظبط. هو سيادة الرئيس بعد أربع أيام في ثلاث دول جه بعد ساعات قليلة كان في وسط ولاده في الأكاديمية العسكرية. الجولة أنا شايفها كانت مهمة جدا لان كمان في بعد غير تواجد مصر في زامبيا، باعتبارها هي الرئيس كان الحالي اللي هيسلم الرئاسة لزامبيا لتجمع الكوميسا. الجولة شملت استاذ هشام دول لم يزورها الرئيس مصر من قبل، وده الاتجاه المصري للعمق الافريقي ده توجه فعلا جديد وما دخلش فيه بهذه القوة إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنت تروح أنجولا محدش راحها قبل كده، تروح موزمبيق محدش راحها قبل كده، زامبيا أنت كنت رايح عشان حتى كمان لو افترضنا عشان تسلم الرئاسة طب ممكن أروح أحضر الجلسة افتحي وأمشي. لا، أنا حضرت وعملت لقاءات مع قادة أفارقة، ودلالة بقى كمان الكوميسا في التوجه الاقتصادي احنا بنتكلم عليه. الكوميسا هي تجمع لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية، تجاري بالدرجة الأولى، فهو تجمع اقتصادي. كل
الهدف بتاعه ازاي تستفيد من امكانيات القاره، لان القاره احنا كمصر شايفينها ان هي ظلمت طول الفتره اللي فاتت دي كلها، لان كان بيتم التعامل معاها كانها خزائن يعني يتسحب منها بس اللي احنا محتاجينه كعالم متقدم، وهم بقى معهم ربنا. طب انت عندك المقومات، والدول دي نفسها فيها عدد كبير جدا، سوق ضخمه جدا، وفيها امكانيات تصنيع ومواد خام وتجاره ومشروعات لبنيه اساسيه يعني تحقيق نهضه لشعوبها. كل ده كان يعني شايفه مهم جدا في الجوله والزيارات للثلاث دول دول تحديدا، واكد عليهم الرئيس في لقاءاته في الثلاث دول مع قادة الثلاث دول، بالإضافة إلى ملاوي وكينيا اللي التقاهم على هامش زيارته لوساكا. أنا بشكرك جدا يا أستاذ ماجد، شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني طبعا، وسعدت بلقائك كالمعتاد والله. شكرا شكرا جزيلا لك يا فندم، ألف ألف شكر. طبعا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الأهرام، كان ضيفنا العزيز من خلال هذه الفقرة الإخبارية التحليلية. نطلع لفاصل مشاهدينا، بعد الفاصل بنلتقي الناقد المسرحي الكبير الأستاذ محي إبراهيم، وده لقاءنا الأسبوعي المعتاد بعد الفاصل إن شاء الله.